بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طبيعي النهاردة نتكلم عن سيدنا البابا. ربنا يعزي الكل ويفرحنا بوصوله بالسلامة للسماء، ويفضل كده طول عمرنا قدوة جميلة مش ممكن هتطلع من عقلنا ولا قلبنا. فالنهاردة استأذنكم نتكلم عنه لأنه هو كان كتاب مقدس مفتوح. يعني احنا لما نتكلم عن قداسة البابا ما طلعناش بره الإنجيل، لأنه سيدنا كان وسيظل كتاب مقدس ماشي على رجليه. أول حاجة عاوز أقولها لكم وحاسسها فعلا بصدق، احنا خدنا نعمة ان احنا عشنا في هذا الجيل وشفنا هذا القديس. الايام هتأكد لنا ان احنا كنا يعني مختارين ان احنا نتمتع بهذا الرجل، لانه في اعتقادي القديس البابا شنودة لا يقل عظمة ابدا عن القديس اثناسيوس والقديس كيرلس الكبير والقديس كيرلس السادس والقديس ديوسقوروس والأباء البطاركة العمالقة في تاريخ مصر. انضم ليهم النهاردة قداسة البابا شنودة الثالث. أول صفة عاوز أكلمكم فيها عن سيدنا هي الأب. قداسة البابا شنودة الثالث هو أب، قبل أي حاجة، قبل كونه بطرك وعالم وقديس، هو قبل أي حاجة هو أب. حتى إن أنا حسيت بالكلمة أو الصرخة اللي قالها إليشع في وداع إيليا النبي. تعرفين إليشع كان ماسك في أبوه مش عاوزه يمشي، والروح القدس قال له إنه هيمشي، إن إيليا هيمشي. وحتى أولاد الأنبياء كانوا كل ما يشوفوا إليشع يقولوا له أنت عارف إن أبوك سيؤخذ من على رأسك، يقول لهم اسكتوا ما تقولوش كده، أنا عارف، ما تتكلموش. وفضل لازق فيه، وبعدين جت المركبة النارية اللي فصلت بينهم وسحبت إيليا. فصرخ إليشع صرخة جميلة قوي، قال له إيه؟ قال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. يمكن ما كناش نسمع إن إليشع بيقول لإيليا يا أبي دي، إنما فوجئنا بالصرخة دي، يا أبي يا أبي. طبعا ده ما كانش أبوه الجسدي، الاتنين بتوليين، لكن كان أبوه الروحي وأقرب إليه طبعا من أبوه الجسدي. فقال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. كأننا كلنا بنقول لسيدنا يا أبي يا أبي، أنت مركبة الكنيسة وفرسانها، أنت القوة الحقيقية في الكنيسة بنعمة ربنا. طبعا أبوة سيدنا البابا تمتع بيها أجيال كتيرة، وبالأخص اللي اقتربوا منه كانوا يعرفوا قد إيه هو حنين جدا وطيب جدا، ويهتم بأولاده باهتمام يعني مركز. في الأبوة كان يتميز بالتشجيع. سيدنا البابا مشجع جدا، وأذكر في مرة كنت قاعد مع سيدنا فقال كده أحد أسراره، يعني قال أنا عاوز كل الناس تشتغل، حتى بقول لكل الآباء سيبوا اللي عاوز يشتغل يشتغل، سيبوا الناس تخدم. إنما كان مشجع جدا، وأي حد كان يقول له أي خبر حلو في الخدمة كنتوا تلاقوه فرحان قوي ومشجع جدا. وده طبعا سر حماس كل أبائنا الأساقفة وأبائنا الكهنة. النار اللي في قلبه دي انتقلت إلى كل أولاده، فأصبح في غيرة في الكنيسة كلها. الغيرة دي مصدرها قلبه، لأنه بقلب الأب المحب لأولاده بيدفيهم بحبه، بيشبعهم بثقته فيهم، بتشجيعه، فينطلق كل واحد في خدمته، كل واحد صلواته بسبب تشجيعه. كمان أبوته كان بيغطي بها الكل. يعني إيه؟ يعني مش بس
ولاد الكنيسة القبطية كانوا ممكن يتعاملوا مع طوائف أخرى فيعملهم كأب، وكانوا يتعاملوا غير المسيحيين ويعملهم كأب ويصلي لهم من قلبه ويدعي لهم ويفرحوا بلمسات الأبوة اللي فيه الصادقة. فكان مع روحانياته العالية يعطي إحساس الأبوة لكل من يقابله، كبار وصغيرين، مسيحيين وغير مسيحيين، كله كان ما يستكترش يقول له ادعي لي يا سيدنا اذكرنا يا ابونا. كمان في أبوته كان يعطي حرية لأولاده، نادرا ما تتوفر في أب، ما فيش غير يعني ربنا له كل المجد اللي يعني حط في قلب سيدنا الأبوة اللي ادى بيها حرية الأولاد. يعني بيفكرنا بالأب في مثل الابن الضال. الابن الضال قال لأبوه عاوز أخد فلوسي، قال له خد، عاوز أسيب البيت، أنت حر. ولما رجع استقبله بحب جارف وجري عليه وحضنه. والابن الأكبر مرضاش يدخل البيت، طلع الأب يحايله يقول له يا ابني ما تدخل، أخوك كان ميت وعاش، كان ضال فوجد. بهذا التسامح، يعني الولدين غلطوا في حق الأب الاثنين، ما أكثر من أخطأ في حق سيدنا الباب حتى من أولاده. إنما فعلا ما كانش عنده حاجة شخصية تجاه حد، كان يصلي لأولاده ويسامحهم ويخاف على خلاصهم، ما كانش يهمه أن يعتذروا له بقدر ما يهمه توبة أولاده، يخاف عليهم تيجي ساعتهم يكونوا مش جاهزين للسماء. إنما هو كأب يحتمل أخطاء من حوله وأخطاء البعيدين والقريبين، كأب للكل في أبوة كده سامية نقية. كمان في أبوته كان حازم بالرغم من طيبته اللي يعني نادرة، طيبة وبساطة زي الأطفال، لكن كان حازم، كان أب حازم. من أجل خوفه على كنيسته وخوفه على أولاده ممكن يشد، والشدة التمام تدي درس طول العمر. فلما يشد على أولاده من أجل خلاصهم، وسيدنا البابا الحقيقة عمل حاجات في الكنيسة في 40 سنة اللي فاتت دي، يعني التاريخ سيذكر. كأب كان يعني أنا ما أقرر أذكر، كنت رايح له يعني في المقر وبعدين قاعد مستني أدخل، فاكر مع حد من الأساقفة، حد من الضيوف الكبار، فوجئت الحقيقة أن اللي طالع من عنده شاب صغير 15 سنة تعب أمه، وسيدنا البابا قاعد يحايل فيه يا ابني احترم أمك، يا ابني طول بالك عليها، وقعد معاه زيادة عن نص ساعة. طب إزاي يا سيدنا؟ ده أنت يعني بتقابل ملوك ورؤساء ويعني إحنا نفسنا بندخل دقايق يعني ياخد البركة ونفرح بيها. إنما هو كأب ما عندوش مشكلة يقعد مع أي حد ويحكي ويفتح قلبه ويصاحب أي شخصية. كأب كان في دقائق بسيطة يقطع مسافات كبيرة. يعني إيه؟ في ناس تبقى حاطة مسافة كده وتبقى نفسيا ما تقدرش تفتح قلبها بالساهل، وتبقى عندها نوع من الحدود في شخصيتها ناشفة شوية. إنما هو ببساطته بابتسامته بعينيه الحلوة بلمساته الرقيقة تلاقوا في دقايق كل الحدود دي اتكسرت والمسافات دي اتخطناها، وكأن اللي قاعدين دول سيدنا مع واحد يعرفه من 100 سنة. كل ده بسبب الأبوة الحقيقية الصادقة اللي كانت فيه. طبعا يجوز كل هتطلع كتب كتير قوي عن الذين تمتعوا بأبوة سيدنا البابا، إنما أظنها شهادة حق للتاريخ إنه كان يحمل من أبوة الله الشيء كتير، وكان بيقرب لنا صورة أبونا السماوي، يعني صورة ربنا الأب الحلو اللي بيخاف على أولاده، اللي يشد عليهم، اللي يقابلهم بمنتهى التشجيع والرجاء والابتسامة الحلوة، واللي يخاف عليهم. كل المشاعر دي كان بيقدمها سيدنا البابا
تشبها بالمسيح. الحاجة الثانية الجميلة سيدنا البابا إنه البابا المعلم، إن كان هو أب للآباء وإحنا يعني ما نجيش زي أحفاده لأنه أبائنا هم تلاميذه، وإن برضو إيه وتمتعنا بأبوته، هو كمان معلم. ولقب المعلم كان من الألقاب المشهورة عن المسيح نفسه، كان يتقال على ربنا يسوع أيها المعلم، أيها المعلم الصالح، وكان التلاميذ يقولوا له يا معلم، وبطرس كان يقول له يا معلم. سيدنا البابا تشبه بالمسيح في هذه الفضيلة. من قبل ما يبقى بطرك وهو أسقف التعليم أحب جدا مبدأ التعليم، وكان عنده شعار دايما يقوله امحوا الذنب بالتعليم. أصل ممكن الواحد يمحو الذنب بالعصاية بالقانون، إنما القانون ما يربيش حد، القانون قد يردع لكن ما يصلحش. اللي يصلح تغيير الفكر، اللي يصلح الناس التعليم. فسيدنا البابا كان بيشوف أخطاء كتير في جوانب كتير من الحياة، ولا يهدأ حتى يعلم ويعلم ويعلم لغاية ما تتشال الأفكار الغلط وتتحط الأفكار الصح. هو كان معلما صالحا بالحقيقة. تصوروا واحد بيوعظ أقول إيه عشرات الألاف من الوعظات، وكمعلم ما كانش يكرر أبدا، يعني ما تلاقيش وعظتين قالهم سيدنا البابا زي بعض متكررين. طب بيجيب الرصيد ده كله منين؟ ونفس الآية اللي يوعظ عنها يجي يوعظ عنها بعد كم سنة تسمع معاني جديدة، ونفس الشخصية الكتابية اللي يتكلم فيها تلاقي ليها أبعاد جديدة. إيه الغنى ده كله؟ من هنا نفتكر الكلمة الجميلة اللي قالها ربنا يسوع، قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج إيه من كنزه جددا وعتقاء. ففعلا تنطبق على سيدنا البابا، يخرج من كنزه جددا وعتقاء، عنده كنوز. كنوز كلنا اتربينا على كلام سيدنا البابا، كل الجيل ده أبائنا وإحنا واللي بعدينا كلنا خدنا منه، يعني إحنا بنغرف منه، مش ممكن هنخلص اللي قاله ولا يعني نلحق نسمع ونقرأ كل اللي كتبه وقاله. وكان كمعلم حريص جدا على التزاماته التعليمية، مش ممكن في قاعدة يقعدها مهما كانت فيها محبة ودفء وأبوة إلا ويعلم، مش ممكن قاعدة شخصية حتى في أمور إدارية إلا ويعلم، مش ممكن في أي لقاء مع أي شخص حتى لو ما كانش مسيحي إلا ويرمي تعليم. كان التعليم في دمه، تعليم المسيحي، كلام المسيح دايما شغله والكتاب كله حاضر في ذهنه، فكان دائما معلما. ما عندوش معاد للتعليم، كأنه بيسمع كلمات بولس الرسول لما بيقول واظب على التعليم، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. فكان سيدنا يعلم في الأفراح وفي الأحزان وفي الأعياد وفي المناسبات وفي السفريات بره، وفي لقاءات أجانب، وفي لقاءات أطفال، لقاءات خدام، لقاءات شباب، لا يكف عن التعليم أبدا. كمان كمعلم كان في ميزة جميلة قوي، أنه بيربط الحياة العملية بالتعليم. عمرنا ما حسينا أن كلام سيدنا البابا عالي أو نظري، ما فيش عظة قالها سيدنا البابا ملهاش جانب عملي، ملهاش جانب تطبيقي، بالرغم أنه هو علامة، وأنه لو غاص في اللاهوت وفي أسرار الكتاب ممكن يعيش معانا بالساعات، إنما كان دايما يدخلنا في الواقع ويدينا تطبيقات عملية، وأغلب تطبيقاته وتداريبه كانت مناسبة لمستمعيه. كمان تشبه بسيده ربنا يسوع له المجد أنه بدون مثل لم يكن يكلمهم. ما أكثر التشبيهات والأمثال اللي كان يقولها المسيح، يقولها سيدنا البابا زي ما كان المسيح بيقول، عشان يعبر عن أي فكرة تلاقيه بسطها
ويحكي حكاية وممكن يضحك الموجودين وتفضل الفكرة ثابتة في ذهننا. حتى أن تعاليم الكتاب الناس شربتها من وعظ قداسة الباب. يعني لو سمعنا بس عشرات العظات هنلاقينا كأننا قرينا العهد الجديد كله، يمكن العهد القديم. كمان من أجل سلامة التعليم كان حريص جدا أنه أي فكرة غلط تطلع وأي بدايات بدعة يتصدى لها بشدة، ويفضل كأنه محارب يعمل عشرات من العظات بتفصيل شديد وبتأكيد عشان يوقف التيار الغلط. وقف لشهود يهوى، وقف لبدعة التأله، وقف في حاجات كتيرة. وكان يمكن الشعب مش دريان بخطورة البدع دي، وهو حاسس زي أب بيصوم بيته وخايف على أولاده، تلاقوه يدافع بشدة عن كل فكرة دخيلة ويقف كده ويعمل عظات كتيرة ويستفيض في الشرح والتفسير. إجابات سيدنا البابا كمعلم إجابات مختصرة ودقيقة جدا ونافعة جدا. يعني زمان لما طلع سنوات مع أسئلة الناس وغطى مساحة ضخمة من تساؤلات الناس في العقيدة والطقس والكتاب والتاريخ والحياة العملية، لكن لآخر وقت كان يحب يجاوب أسئلة، وتلاقوا السؤال في دقيقتين يترد عليه بإجابة شافية وافية بشكل عجيب. إذن قداسة البابا شنودة كمعلم، معلم فريد من نوعه. كمعلم كان كتابي جدا، كان كتابي. يعني إيه؟ يعني مش ممكن كان يعلم إلا ويستشهد بآيات أو مواقف من الكتاب، ونص الآية تلاقوه نص صحيح سليم وعادة مع الشاهد كمان. وهنا كان مدرسة، مدرسة في التعليم. ليه؟ لأن كلنا عارفين أفكار مسيحية، لكن للأسف من 50 سنة أو من 40 سنة كانت يعني الإنجيل مقفول. إنما قداسة البابا فتح الإنجيل علينا وخلى كل الناس تمسك الإنجيل، وخلى كل الناس تحب الإنجيل، وخلى الإنجيل سهل وقصصه قريبة لينا وآياته محفوظة عندنا. من كتر ما كان يكرر الآية ويقولها كذا مرة كنا نحفظ وراه وإحنا شباب في اجتماع يوم الأربعاء. يعني قبل ما نطلع نكون حفظنا الآية ولا الآيتين اللي بيركز عليهم من غير ما نحس. فكان دايما الكتاب شغله، وأي فضيلة يتكلم عنها تلاقيه يجيب من أول آدم لآخر صفحة في الكتاب، وأي رذيلة أو خطية يجيب من قصص الكتاب أحداث مرتبطة بالخطية، وكأنه موسوعة متحركة. يعني من غير كمبيوتر احنا ندوس على الزرار مثلا عشان نقعد نطلع مش عارف ايه، هو مش محتاج كمبيوتر، هو جواه الانجيل كله مهضوم ومقروء وشغله، فبسهولة جدا يستحضر الموقف المناسب لكل فكر عاوز يقوله. من حرصه على التعليم اهتم جدا بالإكليريكيات. احنا في نهضة تعليمية الواحد ما كانش يحلم بيها. مين يقول كل الكنائس فيها اجتماعات وفيها دروس كتاب وفيها اجتماعات شباب واجتماعات سيدات واجتماعات فئوية، وكل الاجتماعات دي بقت تفتح الانجيل وتوعظ؟ كل ده بدأه سيدنا البابا. صحيح البابا كيرلس كان يحب التعليم وعشان كده عمله اسقف للتعليم، لكن اللي اشاع نور التعليم في الكنيسة وفي العالم كله قداسة البابا شنودة. ياما بطاركة كانوا ييجوا ما يقولش غير عظة العيد، كان ممكن بطرك ما يقولش غير عظة العيد، وكان ساعات يقروها قراية. لكن شوفوا قداسة البابا قد ايه الغنى، ان في الاسبوع الواحد يمكن عشرات العظات لما كان يلف بره وجوه. الكليريكيات اللي مالت الكنائس او مالت الابرشيات بره مصر وجوه مصر واصبحت بتطلع ناس متعلمة تعليم مسيحي أرثوذكسي أصيل، كل ده ثمر تعبه وتشجيعه للأساقفة الكبار اللي كانوا بيعملوا الإكليريكيات. كمان تلاحظوا أنه في آيات أو مواقف في الكتاب لما كان يقولها سيدنا البابا تحسوا أنه
حاسس جدا بالموقف. يعني حتى في أشعاره لما كان يقول مثلا: وأبي يعقوب لست أدري سره، قد عرفت الآن كيف صارعك. كان نفسي أسأله وأقول له: يا سيدنا، عرفت إيه بالظبط؟ عرفت إيه في حكاية صراع يعقوب مع المسيح؟ إيه اللي حصل في الليلة دي؟ تكونش أنت كمان شفت، يعني دقت من الحاجات دي ولا إيه؟ قد عرفت الآن كيف صارعك. إذن الموضوع ما كانش بالنسبة له نص في الكتاب يقراه، لا، ده كان يدخل ورا النص ويعيش، يعيش مشاعر يعقوب وهو بيصرخ للمسيح: ما تسيبنيش، عيسو هيموتني بكرة، أنا استاهل اللي عملته، بس أنت طيب وحنين، سامحني وساعدني، نجيني من يد أخي. كل ده كان يعيش في قداسة البابا. فلما يتكلم تحس أنه الشخصيات الكتابية دول أصحابه. لما تسمعه يتكلم عن موسى النبي تحس أنه موسى ده إيه، أخوه يعني ولا إيه؟ عارف إزاي كل ده عنه؟ مش لأنه مذاكر الإنجيل، لأنه كان يحب شخصية الكتاب، يحب الشخصية ويغوص فيها ويعبر عنها بمشاعره، وكأنه يعني يعرفه معرفة وثيقة. لما يتكلم عن داود النبي، لما يتكلم عن أبونا إبراهيم، يعني لما يتكلم عن بطرس ولا بولس، تحس أن العلاقة بينه وبين شخصيات الكتاب ما هيش علاقة نظري، دي مش مجرد دراسة في شخصية، لا. وطبعا هنيئا له دلوقتي أن كل الشخصيات دول في استقباله هيتعرف بيهم بقى إيه واحد واحد، ويتمتع بيهم، ويمكن يشكروه على اللي قالوا في حقهم والأعماق اللي طلعها في كلامه عليهم، ويحتفلوا بيه في السماء كلهم، إن كانوا عهد قديم ولا عهد جديد، هم كلهم فرحانين في السماء. كمان سيدنا البابا في تعليمه كان آبائي جدا. يعني إيه؟ على قد ما هو كتابي جدا وواقعي جدا، كان عنده بعد ثالث مهم في تعليمه، إنه آبائي. آبائي يعني إيه؟ روح الآباء في دمه. يعني لما يتكلم تحسه أنه تلميذ للأنبا أنطونيوس، لأنه هو كان يحب القديس الأنبا أنطونيوس جدا، وتلميذ ماري إسحاق، ويرتجل كلمات للقديسين، يرتجلها لأنه حافظ منها كتير قوي. وانتوا عارفين قصة رسامته وأسقف، أنه البابا كيرلس سأل سؤال كده، فقعد على الواقف كده: هو ماري إسحاق قال إيه في كذا؟ فعلى طول كر، لأنه هو حافظ وعايش، قام حط ايده البابا كيرلس عليه بدون مقدمات وقال: اسقف التعليم. ورسمه بدون ترتيبات من كتر اعجابه بهذا الراهب اللي عايش فكر الاباء وحافظها صم ودارسها كويس وبيرتجلها بسهوله. فكان فكر الاباء، البستان الرهبان ده والكتب بتاعه الرهبان دي حافظها تقريبا صم. فكان بسهولة جدا يرتجل قول أبائي. وعظمة البابا شنو ده، أنه لما يفسر الإنجيل يفسره كما استلمه من أباء الكنيسة، بيفسره زي أثناسيوس وكيرلس وديوسقوروس، يفسره زي ذهبي الفم، يفسره في التطبيقات زي ما أنبا أنطونيوس كان يعلم رهبانه، وأنبا شنو ده رئيس المتوحدين، وأنبا بخوميوس، كل أباء الرهبانة دول أباؤه. ده كان بيوصلهم كده كقدوة، ويحتفل بيهم في أعيادهم ويعتبرهم أباؤه اللي التلمذ عليهم في الصحر. وكل ده طبعا جه من سنوات الوحدة، لأنه كان توحد فترات طويلة زي الأباء السواح، عاش متوحد فترة طويلة، وكان حياته كلها صلاة وإنجيل وتأمل وخلوة وأباؤه. إذا كنا كمان نتكلم على البابا شنودة، نتكلم عليه كالأب المدبر. يعني احنا قلنا البابا شنودة كأب، والبابا شنودة كمعلم. نتكلم عنه كمدبر. صفة التدبير، التدبير انتوا عارفين حسب تعليم الكتاب المدبر فباجتهاد، والتدبير في لغة الدنيا هو الإدارة. وقداسة البابا على قد حنيته كأب وعظمته كمعلم، عنده حكمة كمدبر تفوق أي حد. أي مشكلة في أي إبرشية ولا في أي كنيسة، يقعد يسمع بالهادي
ويحلل تحليل منطقي، وبروح الصلاة يطلع بحلول عميقة جدا جنبت الكنيسة مشاكل خطيرة جدا. سيعرف التاريخ قدر هذا الرجل العظيم بعد سنين. مصر كانت ممكن يعني يحصل فيها فتن، وكان الأقباط دول كان ممكن يعني يدخلوا مشاكل ضخمة جدا لولا حكمة هذا المدبر. ومن ولاده كانوا يعترضوا على أحكامه، والقريب والبعيد كان ممكن يتهكم عليه ويعتبروا أنه إيه بياخد قرارات مش من حقه، أو ياخد قرارات يعني غير مدروس، وتدور الأيام والسنين ويطلع أنه أحكم الكل، وأن اللي بيقوله ده هو الصح، وأنه ما كانتش تتحل غير كده. وكمدبر كان يعرف متى يتكلم وماذا يقول، وكان يعرف متى يسكت. كمدبر كان بيعرف كويس قوي الوقت المناسب اللي يسكت فيه. لا، وكانت الناس تعتبر سكوته ده يعني بيسكت ليه، ما يتكلم. وهو طبعا انتوا عارفين لما يسكت ويرفع عينيه لفوق كده يبقى ايه، زي ما قال كتير، هناك سكوت اعظم من الكلام او اقوى من اي كلام، لان سكوته كان معناه صلاة. سيدنا البابا عاش حياته كلها رجل صلاة، وعاش تدريب الصلاة بكل أعماقها، وكان فعلا بسهولة جدا يرفع قلبه ويكلم ربنا في أي موقف. أنا أذكر موقف ما انساهوش، دعينا أبونا بولس وضعفي للقاء كده بشوية كهنة مع شوية شيوخ، وعلى رأسنا قداسة البابا وشيخ الأزهر، عشان حاجة اسمها تطوير الخطاب الديني، وكان مجلس الشعب وحاجات كده يعني. وبعدين ناس كتيرة اتكلمت، انما انا كنت باصص عليه كده وهو قاعد مستني دوره في الكلام، والنظرة المشهورة بتاعته كده، يبص لفوق ساعة يغمض وساعة ايه يفتح، وانا عارف انه عمال يصلي. ولما نطق بقى وابتدى يتكلم يعني كأن لحد اتكلم قبل كده ولا حاجة اتقالت قبل كده، كلام بقى الايه الجميل الحكيم المفيد اللي تحسه طالع محسوب جدا بحكم عالية. نتاكسل. وحتى لما كان يسمع اي مشكلة وهو بيسمع كان يصلي. طب ما سيدنا انت عندك خبرة كبيرة مش محتاج تصلي. لا، ناس نصلي، يصلي في سره وهو بيسمع، عشان لما يطلع الكلام يطلع الكلام موزون. وإن تأخر يكون تأخيره حكمة، وإن تقدم أو استعجل يكون استعجاله حكمة. كان مدبر بشكل عجيب، حكمة عالية جدا كان بيقود بها الكنيسة. وفي تدبيره قدر يعمل علاقات مع كل الناس، الأحباء وما يقال عليهم الأعداء. ما كانش عنده أعداء، هو من ناحيته لا يعادي أحد، لكن قدر بحكمته كمدبر يعمل علاقات قوية مع ناس من كل الدنيا، رؤساء في العالم، رؤساء ووزراء وأسماء كبيرة كانوا ياخدوا بركته وممكن يسألوه في حياتهم الشخصية، وكانوا يستدلوا بحكمته. وطبعا العلاقات في مصر عبر السنين الطويلة دي كان في شخصيات عامة جد كبيرة تروح عنده وتسمع منه وتتعلم، تتعلم حتى في نظرته للأمور اللي حواليهم، لأنه دايما عنده كده عمق في تحليلاته وعنده استنارة في تفكيره، ويبقى شايف اللي الناس مش شايفاه، ويبقى كل الناس ساعات مندفعة في اتجاه وهو بقى شايف حاجة تاني. سموها بقى استنارة، سموها حكمة، سموها رؤية، سموها عمق، سموها ثمر صلاة، اهو كل ده جواه. كمان في تدبيره كان قداسة البابا ما يهموش ابدا رضا الناس او رأي الناس كتير، كان قبل اي حاجة رأي ربنا واضح قصاده. وياما له مواقف شديدة كان بيقف فيها قدام العالم كله كأسنسوس، اللي هو ايه
كونترا موندوم اللي هو ضد العالم، يعني يبقى التيار كله بيزق في اتجاه وهو يقول ما فيش قوة على الأرض هتغير كلامنا، لأن ده كلام ربنا. وطبعا احنا كلنا نحتمي في قوته ونتمسك برأيه، لأن هو فعلا أسد في الحتة دي، فما كانش يخاف من حد وما كانش يعمل حساب لحد. وبسبب هذه الجرأة وهذه النقاوة اتنفى شوية في الدير وعاش أيام صعبة أحيانا، وطلع عليه كلام صعب والكنيسة جربت، وهو متمسك جدا بالمبادئ المسيحية وظلم، ظلم زي المسيح، أما هو فتزلل ولم يفتح فاه. في وقت كتير تشبه بالمسيح في الظلم وفي الاضطهاد اللي وقع عليه في وقت، وفضل ساكت بيصلي ولم يفقد سلام. صفة أخرى من صفات قداسة البابا أنه راعي. قلنا أنه أب، وقلنا أنه معلم، وقلنا مدبر، نقول أنه راعي. الراعي الصالح ده كان منطبع في ذهن قداسة البابا بشكل رائع جدا، زي ما قال الكتاب: كراع يرعى قطيعه، على يديه يحمل الحملان ويقود المرضعات. كان قائد كبير للأساقفة والكهنة اللي زينا، وفي نفس الوقت كان يتعامل مع الحملان تعامل مباشر. كراعي ما قفلش بابه لآخر حياته. احنا كنا ساعات نشفق عليه من السلامات اللي هي ايه ملهاش آخر دي، وأحيانا انتوا عارفين شعبنا ساعات يكون يعني ما بيرعيش ان مثلا سيدنا طالع من مرض، او ما بيرعيش انه الطابور طويل، وما انما هو ما كراعي ما يكسفش حد. وكان ساعات يضحك ويقول لنا: ما هو لو واحد قال لي صلي لي يبقى هصلي للطابور كله، لو واحد قال حط ايدي علي ايدك علي يبقى احط ايدي على الناس كلها. وكان يحاول يرضي الكل بطولة بال مش سهل توفرها في حد. كراعي كان عنده طولة بال على المخطئين، ويقول معلش بكرة يرجعوا، حتى لو طلعوا برا الكنيسة يصلي وافتقدهم ويحتملهم، وبطول أناته يحتوي مواقف كتيرة قوي احتواها بصبره كراعي. كراعي كمان تميز بالذات في السنوات الأخيرة بحب شديد جدا للفقراء، وكلكم عارفين أنه كان مخصص يوم الخميس للجنة البر، وكان يدرس الحالات، وكانوا كل يعني أقول إيه أغلب خدام اللجنة يبقوا شوية عاوزين يمسكوا، وهو يقول إيه افرطوا. يعني هو دايما بحبوح قوي في عطاء وفي سخاء وفي كرم، ما يقول نفرح الناس. وكان ياما يطلعوا من تحت يعني من الناس يزغرطوا على الباب ويقعدوا يدعوا له، وفرحانين بكرمه جدا وسخاءه، لأنه بيدي أكتر من الاحتياج، يعطي أكثر من الحاجة. مش احنا ندي حسب الحاجة ويبقى كويس لو التزمنا حسب الحاجة، لكن كان يتشبه بربنا يسوع له المجد أنه يعطي أكثر مما نظن أو نفتكر أو نطلب، ما يديش بس على قد الطلب ولا على قد الظن. كان يهتم بأولاده الأساقفة وأولاده الكهنة، كل الأساقفة والكهنة أولاده، وكان يديهم اهتمام خاص ويقعد معاهم أعداد خاصة. أنا فاكر لما افتتحنا مركز الطبي هنا وشرفنا سيدنا البابا، قعد معانا حوالي مثلا 3 ساعات يحكي، وكانت قعدة جميلة بين أب وأولاده، وناخد وندي ونتكلم كده يعني معاه بتلقائية واحنا قاعدين مع قديس، انما كل واحد عاوز يقول حاجة يقولها، وهو يرد على كل واحد ويفرح الكل ويطبطب على الكل ويشجع الكل. كراعي كان يفتقد اولاده، كلكم تذكروا انه مثلا كان يزور المرضى بنفسه، ودي ما كانتش معتادة في البطارك، البطرك ده يعني ما يطلعش من مقره، انما هو كان دائم زيارات المرضى، كان حريص جدا مع انه هو مريض وحركته صعبة، لكن اخر كم سنة كان اي اسقف يتعب يزوره، وكان اي كاهن يتعب ممكن يروح يزوره في المستشفى، وكان يفرح بزيارة المرضى ويصلي لهم.
وطبعا على حس الزيارات دي كان ممكن كتير من الشعب القبطي اللي يكون في المستشفى ياخد بركته بالمرة، إنما كانت أولوية عنده إنه يزور الناس المرضى من أحبائه على قد ما يقدر، على قد ما الوقت يسمح. مش بس قداسة البابا كان راعي، كان كمان كارز. والحقيقة صعب توفر صفة الرعاية مع صفة الكرازة في نفس الشخص، لأن الرعاية تستهلك طاقة أي راعي. الراعي ما بينامش، قداسة البابا كان نومه قليل ووقته كله في ولاده. إنما العجيب أن كان مخ كارز وقلبه قلب كارز. الكرازة دي نار. قداسة البابا كان عاوز العالم كله يرجع للمسيح، بيبص على العالم كله. أبا موسى مرة حكى لنا وهما راكبين الطيارة ومعدين فوق آسيا، يقول له شايف تحت في ملايين من البشر لسه ما يسمعوش عن المسيح، ويتكلم بأسى ويقول له إمتى كل الناس دي هتعرف المسيح؟ قلب كارز. وعشان كده اهتم جدا بنشر الكرازة وسمى المجلة مجلة الكرازة، وكان يفرح قوي ان كل كنيسة تتعمل جديد. في عهد قداسة البابا شنودة اتعمل، انا مش دقيق في الرقم، لكن اكتر من 450 كنيسة برا مصر. ده رقم رائع ومهول، لان كل كنيسة كان ليها قصة كفاح عشان تتعمل في بلد برا مصر. وكل كنيسة من دول عبارة عن بذرة كرازة هيطلع فيها شباب حلو يحبوا ربنا ويحبوا الكنيسة القبطية ويشعوا إشعاع جميل في المكان اللي هم فيه، أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلاد ما كناش نسمع حتى بيها، نفاجأ إن ليها كنيسة قبطية. قعد إمتى عشان يدبر لكل كنيسة ويختار لها راعي ويشوف مشاكلها ويشجع اللغات المختلفة ويحتوي الخدام والمجالس بتاعة الكنائس؟ كل ده اتعمل امتى؟ اللي عمله سيدنا البابا في 40 سنة ما اتعملش في الكنيسة القبطية في 1000 سنة. 1000 سنة، الألف الثانية من عمر التاريخ بعد الميلاد، ما اتعملش اللي اتعمل في 50 سنة الأخيرة. فكارز متميز جدا. ليه؟ ربنا كان مديله مواهب انه يقدر يتكلم لغات مختلفة، وعنده حضور يعني جاذبية كده في لقاءاته مع زعماء البلاد والشخصيات العامة في البلاد، تلاقي الأبواب تفتح كلها. ليه؟ لأن روح الصلاة اللي فيه والوداعة والتواضع والبساطة والبشاشة اللي عنده، كل الحاجات دي كانت تديله جاذبية، تلاقي أي مشكلة تتفك وتتحل، وتبقى في بلاد بتقول له تعال اعمل عندنا كنيسة قبطية، من كتر ما هم فرحانين وفخورين ان البابا شنودة يبقى له مكان في وسط بلادهم. كل ده ثروة للكنيسة القبطية عن طريق البابا شنودة. اقول نقطة اخيرة عن سيدنا البابا، انه كان صانع سلام وصاحب سلام. طبعا الكلام لا يمكن يخلص على قداسة البابا شنودة، لكن من النقط الجميلة اللي الواحد يفضل طول عمره كده يعني يحاول يقرب من الصفة الجميلة دي، انه كان صانع سلام وصاحب سلام. يعني ايه؟ كان يفرح قوي انه يريح النفس اللي قصاده، يعمل سلام، ويفرح قوي لما يقرب الناس لبعض ويصنع سلام، ان كان مشكلة في كنيسة ولا مشكلة في إبرشية ولا حتى المشاكل العامة، يحب يصلح الناس. عشان كده الكتاب قال طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله، أبناء الله يدعون. واللي مديله القدرة دي مش بس الحكمة اللي عنده والوداعة والبساطة والأبوة، اللي مديله القدرة دي على صنع السلام إنه صاحب سلام. يعني إيه؟ البابا شنودة في وقت صعب جدا كان تلاقوه مبتسم وتلاقوا نفسيته هادية وتلاقوا راضي، وأول ما الدنيا تشد قوي يدخل القلاية ما يطلعش غير وشه منور وقلبه هادي ومطمن تماما إن كل حاجة هتمشي كويس. محدش شال هموم قد قداسة البابا،
لأنه بيحب شعبه، بيخاف على أولاده. يعني دايما التعبير اللي يقوله بولس الرسول كنت بركبه على قداسة الباب، لما بولس يقول التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس، ده راكب تمام على قداسة الباب التعبير ده، تراكم علي كل يوم والاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. إنما إزاي مع التراكم ده كله والحمل التقيل ده كله والهموم دي كلها كان تقعد معاه تحس الدنيا بخير وتلاقي كل حاجة ماشية كويس، وعنده نظرة كلها رجاء، المسيح شايل كنيسته وكل حاجة هتمشي حلو، والشعارات الجميلة اللي قالها لنا وحفظها لنا وبقينا طالعين كده كلنا عايشين بيها، ربنا موجود كله للخير، مسير هتنتهي، كل دي حاجات كان هو عايش. بالمناسبة ما كانش حاجة يقولها سيدنا البابا إلا يكون عايش، وده كان بيدي قوة لكلامه، مفيش حاجة كان يقولها كان زي ربنا يسوع برضه بدي، جميع ما كان يعمل ويعلم به كان البابا شنو ده كده، ما يقولش حاجة إلا يكون بيعملها، ضايقها وحاسسها وفرحان بيها، فتلاقوا الكلام يدخل بسهولة في كل القلوب لأنه كلام معاش. فكان عنده سلام عجيب، ويقول حتى الضيقة هي ما ضاق بها القلب، طالما القلب واسع تيجي الضيقة تدخل ما تبقاش ضيقة. وبعدين كان يقول برضو شعار، حط ربنا بينك وبين الضيقة، ما تحطش الضيقة بينك وبين ربنا. كل الحاجات دي كان هو عايش، كان يحط ربنا في الصلاة فتقف يقف ربنا يسوع له المجد بينه وبين أي هم وأي ضيقة وأي مشكلة، فتلاقوه بسهولة جدا يستعيد سلامه وثقته. كان إيمانه جبار، إيمانه جبار إن اللي مش هيقدر عليه الكلام تقدر عليه الصلاة، فيفضل يحاول بالكلام ويحل، وبعدين لما يلاقي الحكاية مش هتمشي عليه بالصلاة والصوم، وكان يثق تماما زي تعليم الكتاب إن الصلاة والصوم يعملوا كل حاجة. سيدنا البابا نقل روح الكتاب لقلب أولاده عبر السنين في كل كلامه، في سلوكه، في شخصيته، في اتضاعه. ولأنه صاحب سلام كان كمان متواضع بشكل عجيب، متواضع بصدق، بالرغم أنه يعني كان بياخد كرامات وكلمات يعني كانت كفيلة أنها تنفخ الإنسان، إنما زي ما تقولوا الكلام ما كانش بيعتب على أودانه خالص، ما كانش يدخل قلبه، هو دايما متواضع في داخله. وتواضعه يبان في حاجات كتير، انه مثلا يكرم ولاده جدا ويكبرهم، ده ما كانش يتكلم مع اي حد الا بلقبه، يعني يقول مثلا الاستاذ المستشار او الباش مهندس او الدكتور، وهم كلهم ولاده، ويعني ولاده روحيا وولاده سنا. ولما يتكلم عن ابائنا الاساقفه يقول نيافة الحبر الجليل الأنبا فلان، ولما يتكلم عن أي كاهن يقول قدس أبونا، يا سيدنا ده أنت أبو الكل. إنما هو يحط كده اللقب باحترام شديد لأي شخص باتضاع حقيقي، وبعدين يدي فرصة لأي حد يتكلم، وممكن يسمع، وممكن يتنازل عن رأيه أحيانا، وهو يعني عارف بكل حاجة، لكن يعني ممكن يقول خلاص اللي تشوفوه باتضاع صدق حقيقي، وكل ده طبعا بيخليه صاحب سلام. عاوز اقول لكم بقى ايه اللي يعزينا، لانه كلكم طبعا قلبكم وجعكم اكيد، لانه فراق قداسة البابا لا شك يصعب علينا كلنا، اكيد كلنا يعني نبكي عليه، مش بضعف إيمان، لكن لأنه عارفين أنه مش هنلاقي زيه. لكن أول حاجة تعزينا إن كنا بنحبه فعلا، إن اللحظة دي هو اشتهاها طول حياته. أنتوا عارفين كراهب، أي راهب بيدخل الدير بتبقى اللحظة اللي شغلها طول حياته لحظة لقائه بالمسيح، وهو عاش راهب لغاية آخر لحظة في عمره.
فاللحظة دي هي لحظة شوقه، لحظة مجد بالنسبة له. دايما أتصور زي ما قال المسيح: لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإيه؟ بأني أمضي. هو نفس التعبير، إحنا فرحانين له. إحنا حتى لو إحنا يعني حاسين إن إحنا مش هنشوفه بعينينا على الأرض، إنما فرحانين له، لأنه أي سعادة هتبقى اللحظات دي وهو بيشوف المسيح بعينيه وبيتمتع كده بالإكليل السماوي. كمان قداسة البابا عاش بيحب ربنا وبيحب القديسين جدا وبيحب أولاده، بيحبنا. وعندنا مبدأ كتابي مهم: المحبة لا تسقط أبدا. بمعنى إيه؟ المحبة ما تنتهيش، يعني إحنا ارتبطنا معاه بحب، هو الحب بينتهي؟ ما بينتهيش. هنقدر نقول لكم بطلوا تحبوه ولا هو يبطل يحبنا؟ مش ممكن، هو لسه بيحبنا وهيفضل يشفع فينا ويصلي لنا، وإحنا هنفضل نحبه ونتعلم منه ونصلي له إن ربنا يفرحه بالأكاليل. إذا كون المحبة لا تسقط أبدا، هو بس اللي افتقدناه الحضور الجسداني، يعني نحن نبقى شايفينه بعينينا، لكن من ناحية الحب والارتباط دي حاجات ما بتقفش، دي حاجات بتزيد ما تقلش. المحبة لا تسقط أبدا، ودي علاقتنا بربنا نفسه. يقول: إن كنا لا نراه ولكن نحبه، إن كنتم لا ترونه لكن تحبونه فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. إذا نحن بنحبه هنفضل نحب وهو هيفضل يحبنا، والمحبة لا تسقط أبدا. كمان اللي يعزينا لقاؤه بحبايبه. على فكرة البابا شنودة له حبايب في السماء يمكن أكتر من الأرض. ليه؟ كل تاريخ الكنيسة حبايبه. مثلا أمنا العذراء دي غالية عليه جدا، الماري جرجس وماري مرقس وماري مينا وكل الشهداء دول بيحبهم جدا، سنوات بيسبح بأسمائهم طول الليل وبينادي عليهم ويتشفع بيهم. كل دول حبايبه، هيفرح بيهم وهيشوفهم ويحتفلوا بدخوله السماء، الآباء البطاركة اللي قبل منه. ده مش بس القديسين اللي سبقوه، إن كانوا عهد قديم ولا عهد جديد، كل الآباء الرسل، القديس بولس الرسول اللي ياما وعظ من رسائله واتكلم عنه، إنما كمان ولاده بالجسد اللي سبقوه. ربنا اداله العمر شوية إنه ودع كتير من تلاميذه، آباء أسقفة وآباء رهبان وآباء كهنة خدموا معاه وسبقوه للسماء. كل دول شوفوا بقى فرحتهم، جايبوهم الروح يدخلهم في السماء، وهو فرحته بلقاء كل اللي ودعهم على الأرض قبل كده وما أكثرهم. إذا إحنا يعني مش عاوزين نبقى طماعين، اللي في السماء كمان لازم يتمتعوا بيه ولازم يفرحوا بيه، وهو كمان يفرح بيهم ويرتاح. ودي برضو حاجة تاني تعزينا، إن إحنا إن كنا بنحبه كنا ساعات نشفق عليه من تعب الجسد. يعني كتير من ولاده كانوا يقولوا له: كفاية سيدنا، ادخل ارتاح سيدنا، طب الوقت مش عارف ايه، لانه كان بيجي على نفسه قوي وعلى صحته حتى في الايام الاخيرة، وكان على قد ما جسده ضعيف جدا على قد ما روحه قوية جدا وذهنه حاضر لاخر لحظة. انما قعدنا كلنا نقول له: اشفق على جسدك، ريح نفسك، ريح نفسك. وهو طبعا عايش بشعار ايه: من يهلك نفسه من اجلي يجدها. دلوقتي بقى من كل القلب بنقول له ايه: ارتاح ارتاح، جاء زمان الراحة، حقك بقى ترتاح. وده تعبير الكتاب لما يقول ايه: نعم يقول الروح يستريحون من اتعابهم. ففي اللحظة دي نقول له من كل قلبنا: دلوقتي هترتاح بجد. هو كان مأجل الراحة للوقت ده، طول حياته مش عاوز يرتاح، من وقت ما هو خادم لراهب لأسقف لبطرك هو لا يرى الراحة ولا يحب الراحة. ولما كان يسافر ما بينامش في السفر، ويعني ما بيلحقش يريح، وكل اللي حواليه كانوا يتساقطوا من التعب
وهم أصغر منه سنا، وهو يجي على نفسه لآخر وقت. أذكر مرة قابلته، خدت ميعاد بدري كده الصبح بدري، وبعدين كان تعبان وطالع، أنا حاسه مش ما نامش، فقعد بصعوبة جدا، فأنا قعدت ربع ساعة وبوست إيده ومشيت من كتر ما أنا حسيت يعني يا سيدنا إحنا كمان هنيجي عليك. لكن كان فعلا ما يحتملش الراحة ويحب وما يكسفش حد، يعني مش يقول أنا تعبان مثلا، لا ما يقولهاش ما يقولهاش، حتى لو هو تعبان بقدر الإمكان ما كانش يشكي. فدلوقتي إحنا فرحانين له لأنه من حقه يرتاح، فرحانين إنه هيرتاح الراحة الحقيقية بقى، مش النوم خلاص ما فيش نوم في السماء، لكن الراحة الكاملة بتاعة الحياة السماوية. كمان إحنا فرحانين له لأنه إن كان إيمانه قوي وعاش بالإيمان طول حياته، هو دلوقتي بيشوف بعينيه اللي كان يؤمن بيه، شايف المسيح حبيبه اللي عاش طول حياته يكلمه، شايف العذراء الأم الغالية اللي كان بيحتفل بيها كل يوم، شايف الآباء الرسل وشايف الأنبياء وشايف القديسين وشايف كل اللي وعظ عنهم وتعلق بيهم وحبهم، شاف القديسين اللي قبل منه والشهداء وآباء الرهبنة اللي علموه، كل ده شايفهم بعينيه اتكلم معاهم. فاحنا طبعا فرحانين له وغيرانين منه كمان، لأنه هنيئا لك يا سيدنا بالحفلة اللي معمولة لك في السماء، الملائكة اللي بيزفوك والقديسين اللي حواليك والأبرار اللي كانوا باصين عليك من السماء وبيسندوك بصلواتهم. طبعا دي فرحة لا يعبر عنها، رؤية السماويين دي ده مين يشوفها وما يفرحش؟ ده القديس يوحنا الرائي لما شاف شوية في السماء وهو لسه في الجسد صرخ في آخر الرؤية وقال إيه؟ آمين تعالى أيها الرب يسوع. يعني إيه؟ كفاية بقى، نفسي أقعد كده على طول، نفسي أدخل بقى، مش مستحمل إنه بعد ما شاف الجمال ده كله يفضل تاني في الدنيا. فطبعا احنا فرحانين له ومتعزين ان هو شايف ده كله. لكن اكتر حاجة تعزينا في اعتقادي اجره السماوي، الرصيد اللي له في السماء. انا لا اتخيل كمية المكافآت والاكاليل اللي تعدل قداسة الباب. ان كان ربنا بيتكلم في كأس ماء بارد لا يضيع اجره، أما اللي رد ملايين لربنا واللي عمر كنائس العالم واللي عمر أديرة كانت محتاجة واللي عمل نهضة مش في مصر بس في العالم كله واللي ادى مثل جميل للأجيال عن التشبه بالمسيح والتواضع والقداسة والحب اللي عمل ده كله، ماذا يكون إكليله؟ ماذا يكون أجره؟ ده بقول لكم كوباية المية عند ربنا بيعمل لها حساب. لكن هذا القديس العظيم اللي تشهد له كل الأجيال والسنين، ده أجره إيه في السماء؟ ده القديس يوحنا ذهبي الفم له شعار جميل يقول إيه؟ الشهيد يموت مرة واحدة، أما الراعي الصالح فيموت كل يوم. أو قداسة البابا ده كان بيموت كل يوم، يعني محسوب شهيد كم مرة بقى. إذن إحنا حين نودع سيدنا البابا من كل قلبنا بنقول له التعبير اللي قاله الكتاب، طوباك، يا بختك، طوباك، نعمة أيها العبد الصالح والأمين، ادخل إلى فرح سيدك، لأنه طوبى للذين يموتون في الرب منذ الآن، طوبى يا رب للذي اخترته ليسكن في ديارك إلى الأبد. من كل قلبنا نقول له يا بختك يا سيدنا، ربنا اللي عانك يعنا، ونتقابل كلنا في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.